يعرفوا لعبه. هضرنا مع تكلمنا مع اللاعبين سلام ماتش وين يلقي يردوا الاعتبار لروحهم بعد الهزيمه تاع مديريه العاصمه 3-0 قبلها فريق تاع المليله. دونك مديريه وهران في زوج خرجات دو ديفات سي بوكو بور نو، وين اللاعبين دخلوا ديسيدي بالمقابله هذه. الحمد لله على هذا الفوز اللي حققناه اليوم، الحمد لله بنتيجه عريضه 4-0. ان شاء الله احنا ما نحبسوش في هذا الفوز، نزيدو نخدموا ان شاء الله باش نحققوا انتصارات اخرى ان شاء الله يا ربي. الحمد لله يا ربي، بعد كما يقولوا زوج لي دفاع هذوك اللي درناهم مع مولد الجزائر وعين المليله، الحمد لله جات لا ريفونش هذيك وربحنا اليوم 4-0. صافي ان غران بليزير تلقى لي بيتا كاي في هذا الماتش. هزيمه قاسيه، مي في الفوتبول صعيب، رانا نشوفوا مام لو نيفو سواء في لا تشامبيونز ليغ اوروبيان ولا شوفوا باللي الفريق مام تخسر في ستادون، مي اليوم ما مبررش الهزيمه، يعني نقولوا باللي بوتيت الارهاق وين كانوا سورتو فيزيكمون كانوا خير من مولد وهران. اليوم يفو متر او ترافاي ويعني لو بوندير ان شاء الله في لي ماتش اللي جاي.